أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار تعلم مجموعة من المصطلحات المواد العلمية باللغة الفرنسية، لأن المصطلحات ولات مهمة والأسئلة كتعطى كذلك بالفرنسية، وفي الإعدادية تقرأ المواد العلمية بالفرنسية. نحفظ هذه المصطلحات بطريقة مختلفة، طريقة التطبيقات التفاعلية. بالنسبة للتطبيقات التفاعلية فهي من تصميم قناة تعلم مع آدم وإياد، هنخلي لكم الرابط في الوصف. نبداو. اذا اول سؤال، قم بربط كل مصطلح بترجمته. اذا الدرس اللي غنشوفوا المصطلحات ديالو هو درس ماده رياضيات، اللي هو قياس الاطوال والكتل والمساحات بالنسبه للمستوى الخامس. اذا نبداو، قم بربط كل مصطلح بترجمته. عندنا الطول، عندنا الكتله، عندنا المساحه، عندنا التحويل. اذا الطول الترجمه ديالو باللغه الفرنسيه اذا هو لا لونغور. بالنسبة الكتلة، إذا الكتلة ترجمة ديالها بالفرنسية لا ماس، وبالنسبة للمساحة الترجمة ديالها لير، وبالنسبة للتحويل الترجمة ديالو كونفرسيون. إذا الكتلة لا ماس، الطول لا لونغور، المساحة لير، تحويل كونفرسيون. الكتلة لا ماس، الطول لا لونغور، المساحة لير، تحويل كونفرسيون. إذا سنقوم بإرسال الجواب إجابة صحيحة. سنتابع. قم بربط كل مصطلح بترجمته. اذا نحاول نربط كل مصطلح باللغه العربيه بالترجمه ديالو باللغه الفرنسيه. عندنا قياس، وحدات القياس، تأطير، تقدير. اذا بالنسبه للقياس الترجمه ديالو ميزور، بالنسبه تأطير معناها انكادرمون، وبالنسبه وحدات القياس ليزينيتي دو ميزور، وبالنسبه للتقدير استيماسيون. تقدير استيماسيون، تأطير encadrement، قياس mesure، وحدات القياس les unités de mesure. إذن أعيد، تقدير estimation، تأطير encadrement، قياس mesure، وحدات القياس les unités de mesure. إذن سنقوم بإرسال الجواب إجابة صحيحة. سنتابع. إذن نفس سؤال، قم بربط كل مصطلح بترجمته. إذن عندنا جدول وحدات القياس، عندنا المحيط، ما هي مساحة الشكل، الأسئلة اللي كتطرح في التمارين، أرسم مستطيلا. إذا بالنسبة جدول وحدات القياس، إذا هي الجدول هو تابلو وحدات قياس لي زينيتي دو ميزيغ. إذا جدول وحدات القياس هو لو تابلو دي زينيتي دو ميزيغ. بالنسبة ما هي مساحة الشكل، هذا سؤال يطرح إذا في التمارين. إذا بالنسبة للسؤال بالفرنسية، كيل اي لير دو لا فيغور، اذا ارسم مستطيلا. اذا تاي كتكون في الاسئله جو تراس ان ريكتانجل، وبالنسبه للمحيط هو لو بيريمتر. اذا اعيد، المحيط لو بيريمتر، ارسم مستطيلا جو تراس ان ريكتانجل. جدول وحدات القياس لو تابلو دي زونيتي دو ميزور، ما هي مساحه الشكل، كيل اي لير دو لا فيغور. اذا المحيط لو بيريمتر، ارسم مستطيلا جو تراس ان ريكتانجل. جدول وحدات القياس لو تابلو دي زونيتي دو ميزور، ما هي مساحه الشكل، كيل اي لير دو لا فيغور. اذا سالينا، سنقوم بارسال الجواب اجابه صحيحه 10 على 10. اذا ستكون ممكن تحفظوا بهذه الطريقه عن طريق التطبيق. نتمنى نكون فدتكم. شكرا والى اللقاء.